إذن من قاعدة عين الأسد ينضم إلي الزميل مازن علوان. مرحبا بك يا مازن، أنت في عين الأسد الآن برفقة من وطبيعة هذه الزيارة لتلك القاعدة؟ نعم، تحية لكم زملائي في الاستديو. بالفعل فريق التغيير اليوم والآن في هذه الأثناء في قاعدة عين الأسد لمتابعة ما حدث يوم أمس من هذا الحادث، من إصابة القاعدة بعدة صواريخ. طبعا الفريق الإعلامي للتغيير كان برفقة قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني للاطلاع على ما حدث ليلة أمس. تم الانتقال إلى مكان ربما إطلاق الصواريخ والمنصات التي كانت موضوعة داخل سيارة حمل كبيرة. اطلعنا على المكان، تحدثنا مع الجيران، كذلك يعني تواجدنا في المنطقة التي تم انطلاق الصواريخ منها. ما حدث تحديدا هي شاحنة كبيرة تحمل أكياس الطحين بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية كالعصير والماء، وكانت تغطي تحتها قواعد صواريخ. الحقيقة عدد من هذه الصواريخ انطلقت نحو قاعدة عين الأسد حسب ما تحدث الجيران والناس القريبين من هذه السيارة التي انفجرت بالتالي بفعل انفجار بعض الصواريخ. هذا الانفجار أدى إلى تضرر الجامع القريب، هو جامع البر الرحيم في منطقة البغدادي، ويبعد ربما عدة كيلومترات بسيطة عن أشوار القاعدة الخارجية. أهالي المنطقة الحقيقة هم ناس يعني واضح عليهم من ناس بسطاء، ناس يعني يعملون في مجال الزراعة، مجال الرعي، ناس ريفيين. تحدثوا عن إصابة واحدة فقط، ربما لنقاط واحد. الحادث وقع يوم أمس في الساعة 12:30 ظهرا، يعني أثناء صلاة الظهر قرب هذا الجامع. كان عدد من المصلين داخل الجامع، أدى هذه يعني هذا الانفجار أدى إلى هدم السور الخارجي، بالإضافة إلى أحد جدران الجامع أيضا انهار. لم يسجل إصابات داخل الجامع، لأن يعني المصلين أثناء سماع صوت انفلات الصواريخ تحركوا إلى خارج الجامع بسرعة، بعدها تم انفجار الصواريخ المتبقية. نعم، إذن أضرار طالت مسجدا قريب من مكان إطلاق هذه الصواريخ، أضرار أخرى تعرضت لها منازل لمواطنين. أنت التقيت بمواطني هذا الحي السكني الذي انطلقت منه هذه الصواريخ، ماذا عن الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين؟ هل زارتهم ربما جهات حكومية محلية؟ العمليات المشتركة ربما هل سيعوضون أو يعوضون عفوا؟ يعني الحقيقة الأضرار حسب ما اطلعنا عليها هي طفيفة، يعني في زجاج الدور، أغلبها في زجاج الدور. تحدث إلينا رجل مسن كان يعني معاق، تحدث أن داره، وكان يشكي لنا أن داره قد يعني كسر الزجاج بفعل الانفجار، ولكن تم استبداله من قبل يعني أبناء الشباب، تم استبدال هذا الزجاج في نفس الوقت. يعني ليس هنالك أضرار بالغة في الدور، ولكن بعض الحرائق في الحشائش وبعض الإصابات ربما في مواشيهم ويعني الحيوانات الأليفة التي يربونها، بالإضافة إلى بعض الحرائق القريبة التي تم السيطرة عليها. أما من زارهم فاليوم كانت قيادة العمليات المشتركة، السيد اللواء سعد معا، والسيد اللواء أيضا تحسين الخفاجي كان أيضا قد تجول بالمواطنين وتحدث معهم عن احتياجاتهم. أيضا كان متواجد السيد اللواء الركن حميد النامس، وهو يعني قائد عمليات الجزيرة، أيضا تحدثنا إليه وحاولنا أن نفهم ما حدث داخل القاعدة وهو كان متواجد. يعني تحدثنا بأن الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولم يكن هنالك أي أضرار مادية أو بشرية. نعم. طيب يا مازن، هل استفهمتم من عمليات الجزيرة بقيادتها عن أسباب تكرار هذه الحوادث، حوادث قصف قاعدة عين الأسد، سيما أن هذه المرة تم تنفيذ العمليات من داخل حي سكني وفي وضح النهار؟
نعم بالتأكيد كان هذا هو ربما السؤال الأول، ولكن كانت الإجابة بأنها خرق أمني ممكن أن تتعرض له أي قوة عسكرية أو قوة أمنية تمسك أي منطقة بهذه المساحة، ولكن أكدوا لنا أن خططهم الأمنية ويعني العمليات الاستخبارية الاستباقية باستمرار هي في تطور، وهذا ما تحدث به يعني قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن حمد النامش، وأكد أن يعني هنالك تحقيق مستمر عن من أين دخلت هذه العجلة. هذه العجلة يعني بالمناسبة الرقم اللوحة المرورية موجودة على العجلة. استفهمنا عن هذا الموضوع، أكد لنا السيد اللواء حمد النامش آمر قوات الجزيرة أنها يعني مزورة، أن هذا الرقم مزور ولا يعود إلى هذه المركبة. أيضا تساءلنا كيف دخلت عبر يعني السيطرات وكيف وصلت إلى هذا الحي السكني القريب من القاعدة. أكد لنا بأنه هذا يعني خرق ربما يتم التحقيق الآن للوصول إلى الطريق التي سلكته هذه السيارة، وهنالك كاميرات وهنالك ربما أجهزة استشعار قد يستعينون في الجانب الأمريكي لمعرفة مسير هذا يعني هذه العجلة حتى وصولها إلى هذا الحي السكني وانطلاق الصواريخ منها. نعم، من قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار كنت معنا عبر الهاتف زميل مازن علوان، شكرا جزيلا لك.